ومعانا الفائز بهذه الجائزة، جائزة المعلم المثقف دكتور هاشم بكري على الهواء. صباح الخير دكتور هاشم. صباح الأنوار والإبداع وكل شيء جميل في مصيرنا الجميل. يا صباح الجمال والإبداع. دكتور هاشم، كلمنا عن الجائزة، جائزة المعلم المثقف، وهي تتويج لرحلة طويلة مع الكتاب امتدت ل 35 سنة مع حضرتك. الجائزة وأهميتها وقيمتها. في الحق تفضل دكتور. في الحقيقة أسعدني وأدهشني وراق في نفسي أن نكون في هذا المضمار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أجملها من مسابقة، بحثت عنها كثيرا وسعيت إليها منذ نعومة أظافري، ونهلت من كل الماعين من كل المواعين حتى أصل إليها وأقف هذا الموقف وأنا مشرئب الرأس، مرفوع الهامة، مصطلب القامة، لأنني تنافست في أمر يحبه الله ويحبه الرسول، وغرسه فينا الأزهر الشريف الذي من هذا المكان وهذه المنصة أدعو الله أن يجعله مرارا كما هو، وأبارك لسيدي فضيلة الإمام الأكبر بعيد ميلاده. فما أجملها من ساحة، وما أجملها من معركة، وما أجمله من تدويق أسلق صدري وأشعرني بأن ما قمت به من أعوام وأعوام وأعمام من بذل للنفس والنفيس في شراء الكتب والجلوس والمطالعة وثمرة القراءة، لقد شعرت بلذة الفوز وشعرت بمتعة القراءة التي لا تنضب أبدا، والتي أدعو الله ألا يسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. وإنني لأتمثل لها بقول القائل: إذا كنت أهرب منك إليك فقولي بربك أين المفر؟ أين المفر من القراءة؟ لا أجد مفرا منها إلا إليها. وقد تعبت في الحقيقة كثيرا حتى كونت مكتبة. حضرتك كنت لسه بتقول أين المفر من القراءة والناس تهرب من القراءة لفين؟ لا، كتير من الشباب استعوضوا عن الكتاب أو توقفوا عن التعامل مع الكتب ولجأوا للسوشيال ميديا. حضرتك متخيل أن ممكن السوشيال ميديا تديهم نفس القدر من الثقافة ومن المعلومات ومن الرؤى البصرية الإبداعية اللي بنشوفها من خلال الكتب؟ هل السوشيال ميديا تقدر توفره؟ هيهات هيهات وهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. مستحيل أن تجد بديلا للقراءة. قراءة السوشيال ميديا والجذب والتأثير على العيون نعلم كثيرا أنه أقوى وأجذب في البداية، ولكنها بارقة سرعان ما تزول وقشرة سرعان ما تذوب، بارقة سرعان ما تزول وقشرة سرعان ما تذوب، ويبقى الأثر، الأثر في الكتاب الذي لا يستغنى عنه إنسان. السوشيال ميديا طرفة، قشرة، موعظة، إنما عمق لا يوجد عمق. والسوشيال ميديا لا أستطيع أن أحصل منه على معلومة موثقة صحيح كالكتاب الذي أستطيع أن أحصل منه على التوفيق الكامل، وأن أعود إليه في كل وقت وحين، وأن أصطحبه معي في كل مكان وزمان، وأن يكون القرين الذي لا يمل مجالستي أبدا، والحبيب الذي لا يغضب مني أبدا، والصديق الوفي الذي دائما ما يعطيني ولا يأخذ مني. صحيح، هو يعني دائما زي ما بيقولوا كده: خير جليس في الزمان كتابه. الكتاب هو خير، الكتاب هو خير جليس. بنبارك لحضرتك هذه الجائزة دكتور هاشم بكري الفائز بجائزة المعلم المثقف في المشروع الوطني للتحدي القراءة، مشروع مهم جدا يا منا. وجميل جدا الأصوات اللي احنا سمعناها دلوقتي، الأصوات الشبابية اللي بتقول انه القراءة لسه بخير والكتاب لسه بخير، وده امتداد كمان للحكمة المصرية القديمة اللي كان المصري القديم بيوصي ابنه يقول له: حافظ على الكتاب كأنه أمك، وضع الكتاب وراء قلبك. يعني دايما الاهتمام بالقراءة والثقافة موجودة في تراثنا وفي تاريخنا المصري. كما قال الشاعر: تعلم العلم واقرأ تحوذ فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. يعني أعتقد أن دي واحد من أكتر الحاجات اللي المفروض نحرص عليها في الفترة الجاية.